إخواني أخواتي، تحية طيبة لكم. معي السيد فوزير رئيس عصبة الدار البيضاء الكبرى، اللي كان اليوم حاضر معنا بقوة منذ بداية التظاهرة إلى نهاية التظاهرة، وبغينا معاه عضو مكتب المديري الجامعة الملكية المغربية للألعاب القوى. سي فوزير، التظاهرة كانت جيدة ورائعة، وبغيناك تعطينا كلمة حول هذه التظاهرة اللي تنظمت اليوم بتراب العصبة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بحالة مركز بن سليمان، بمناسبة الملتقى الثالث صغار كبار صغار وفتيان، الملتقى الثالث الفيدرالي، كان ملتقى يعني ناجح بكل المواصفات، حيث كانت الاطر الجامعيه، الاطر ديال الجامعه من المنظمين والمدربين كانوا في الموعد، وقاموا بالدور ديالهم على احسن ما يرام، مع احترام البرنامج والبرنامج ديال المسافات، وكان الامر على احسن ما يرام. والجو ما ساعد في ذلك هو الجو، ان الجو كان جد جيد، والنتائج كانت ممتازه، وتبارك الله الاطر ديالنا ديال الجامعه الملكيه للالعاب القوى قاموا بالعمل ديالهم. وشكرا حتى لرؤساء الانديه اللي حضروا بكثافه، وهذا ان لم يدل على شيء فانما يدل على حبهم للرياضه عامه والالعاب القوى على وجه الخصوص. شكرا سي فوزير على هذه الكلمه هذه، وتنشكروا على المجهود الجباره اللي قام بها اليوم لانجاح هذا العرس الرياضي الكبير. شكرا سي فوزير.